مرحبا، أنا اسمي رزان القيسي من فريق أوفر درايف. حابة أهنيكم بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم اللي رح يصادف هاي السنة من شهر آذار، وهو شهر النمو الروحي والشهر اللي بيجتمع فيه المسلمين من جميع أنحاء العالم عن طريق الصيام والصلاة والقيام بأعمال الخير. فقررنا أن جولة الأدب العالمية لعام 2024 رح تتجه رسميا نحو الرياض المملكة العربية السعودية، واللي هي تعتبر واحدة من أسرع المدن نمواً في المنطقة، وهي برضه تعتبر المركز الاقتصادي والسياحي والثقافي الجديد في الشرق الأوسط. شاركونا بالاحتفال في اللغة العربية والثقافة العربية من خلال أفضل القوائم اللي اخترناها لكم من الكتب والأفلام والموارد التعليمية من 1 ل 31 آذار. ضلكم متابعينا واكبسوا على الرابط حتى تتعلموا زيادة عن هاي المحطة.